ومن جهة أخرى، أعربت الجماهير الرياضية عن تفاؤلها بأداء منتخبنا الوطني المتصاعد وسعيه لتحقيق تطلعاتهم للمنافسة على الأدوار القادمة من البطولة وحصد العلامة الكاملة أمام الأردن. مباراة العراق والأردن مباراة بين فريقين شقيقين، ولكن هذه منافسة، وأنا أتوقع فوز العراق، لأنه اولا لانه الفريق العراقي فريق ممتاز ومدرب عقله يشتغل بشكل صحيح، ولان العراقيين يلعبون بغيره، فالغيره العراقيه ستنتصر على الفريق الاردني. نبارك منتخبنا الوطني صعوده الى دور ال 16 ونتمنى له الفوز في مباراته مع المنتخب الاردني وان شاء الله المباراه النهائيه. امنيات أهالي بابل والشعب العراقي للمنتخب الوطني المباراه القادمه امام الاردن ان يكون ان شاء الله يفرح الشعب العراقي ويكمل فرحته بفوزه القادم ويكمل مشواره بالبطوله ويحقق نتيجه النهائيه بفوزه بالبطوله، وان شاء الله يفرح الشعب العراقي بكل اطيافه. وللمنتخب في الجوله الحاليه مع المنتخب الاردني سيحقق الفوز والنصر الاكيد ان شاء الله، واتمنى له التوقع ان شاء الله التوقع 5 ان شاء الله فريقنا يكون حسن ظنه ويقدم المستوى المطلوب اللي يأهله الى الفوز على الاردن وباريحيه، يعني هذا توقعي.